شفيق تعا تعا ساعدني نشحط امي لجوا. اخ تشحطيني؟ لك امي مو انت اللي قلتي. انا بقول على حالي معلش، بس بنتي تقول تشحطيني ما بصير. عيب تحكي مع ماما هيك. لا تؤاخذيني. هلا انت شو بدك مرت عمي؟ شحطني. هاتي ايدي كوت اخذك على غرفتك. ليك شوفي وعدنا بحبك بعدك ليك. تعي تعي اخذك على الكرسي لهون احسن. هاتي ايدك الثانية مخشبة مخشبة مرت عمي من البرد. هاتي هون منيح منيح هون. تقول مصطيح بدك تزيد مرت عمي. هذا من قلة المشي. لا ما من قلة المشي، من السن من السن السن له حقه. يجعلك عظمي بين اسنان الكلبة، شو دخل السن؟ لكان من شو؟ من التعتير. لا مو من التعتير، هي انا مفاصلي ما فيها شيء. دخل شلون ما دخل؟ بالشتاء منخزن برد، تقول فاتحين بعضامنا مستودع، لا مازوت منحسن نقوي الصوبيا، ولا خوف منقدر نلبس، ولا ازاز مكسور منقدر نغير. ومن ورا البرد بيركبنا الروماتيزم. تروح عينك شفيق، تعا خشبتنا. ما بدي، هون منيح، معلش احكي لي من عندك، من على الاستشعار عن بعد احكي لي شو صار معي. فتلت البلد من اقصاها لاقصاها، ما حصلت على فرانك اللي هو فرانك. نحلي رحت معه، كانت رجعت زحف. يلي بيسمعك بيقول حملتيني على كتافك. خلاص خلاص، قوم بدوعة، قوم بدعي، خليني أخدك على المستشفى، بعرف واحد بيعمل تحاليل ببلاش. وليش ما حكيت من الأول؟ ضروري تعذبنا. شو عم تسوي؟ رجعت متأكلت لبن. لك ليش تركته ياكل لبن؟ ليش أنا شفته أنا؟ بعدين أنا قلت له التحليل على الري. ليش هيك طالع مثل طرزان؟ وين كنستك بهالبرد؟ بعتها. قديش بعتها؟ 25 ليرة. 25 الله لا يعطيك العافية. لك الله يصف عمري، أنا عم ضحي وعم بتنا من بردي مشان يتعالجني. إن شاء الله إلهي بموت بالشتاء وتتلبك فيني، ما طلع يرد تدفنيني. حقي. شو عم يجعانك؟ كل دراسي. شو آكل؟ ماني آكل شي. لك بتعرف دراسك خربانين، ليش تاكل عوامة؟ مين قال لك انه انا آكل عوامة؟ محسساتك. بلا حساساتي بلا مخلوق، إذا ما عندك دليل ملموس وقاطع ما بصير تتهميني. لك شو هاد اللي ملزق فيك من ورا؟ مو كيس عوامة؟ مو كيس. يمكن هذا وقت قعدت على الكومدينة عم دور على الحبوب. قومي غادة. ومي جيبي له حبوب وجع دراس من عندك لأبو طمزي. على عيني امي. انا مو كثير اكلت كلهم فواشتين. لك انا مو مشان العوامة بس بعرفك كذاب كذاب. كذبة بيضة. بتعرفها انت انه مو بيضة. هلا اذا بدك تصلح اسنانك بدك اكثر من 20,000. انا ما حصلحهم بدي حقلعهم. فلنفرض جدلان انك بدك تقلعهم، بدك على كل درس 300 ابصر شو بيطلع عليك هذيك الحسبة. انا بقلعهم بالجملة. ابوكي الحلويات ابوكي الحلويات. 27 المناطق الشرقيه والداليه 18-30 بالنسبه لكميه الامطار التي هطلت خلال ابو طمزي والتي تعتبر احتمال النشره الجويه. لك انتبه النشره شو بدهم ينشروا على شكل زخات رعديه. يا شباب كيف راحت علينا قديش نشره حراره بلندن؟ ايه اللي بيشوفك مهتم بفكرك كل يومين رايح جاي على لندن. لك الله يصف عمري، هلا انت شو بدك مني؟ بديع بده يعمل تحاليل. بعرف اكيد بتعرف انه نحن ما معنا مصاري مشان التحاليل. انا اللي بعرف. لازم معلش شغله. ليش في عندنا هون شيء ينباع؟ طبعا التلفزيون لانه ما بتطلع صورته غير في الظلام الزمهرير. الدامس لك دامس اسمعني الزمهرير ممهرير المهم بيعوا التلفزيون وخلص. وبايش بده يشوف النشره الجويه؟ ما اصلا ما بدي بيعه الا مشان اتخلص انا من هي النشره الجويه. انت مو زعجتني غير النشره الجويه. مشانك انا مو مشاني. السنة ولا اجى منخفض رح تنجلد انت مشاني. طيب هذا مين بده يشتري باخر عمره؟ مين بده يشتري؟ هي انا اشتريتك باخر عمرك. صحيح ما عندك مسلسلات بس بتعرض لك فيلم كل شهرين ثلاثه. يلا احسن من بلد. لك الله ينصف حبلي. لك فهمنا فهمنا بقى فهمنا.
صنعاء 20 30. ايه مرت عمي، شو بتضلوا تتخانقوا؟ مرحبا. ما في شيء، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، جبت لك هريسة مرت عمي. ايه اياك يا رب. لا تاكل حلو طول الليل، ما بتنيمني بعدين. مرت عمي وينو بديع؟ ضو الغرفة مو شاعين. ضلني انت مسافرة، مالك درياني. لا شوفي مرت عمي، ما تقولي شو صار. لا لا بلشنا بالشعير، رح احكي لك. خلصي جوية. لا ما في مشكلة، بس ايدك على 500 ليرة. أجار النشرة الجوية 500 ليرة؟ لا بس النشرة الجوية تبعك أنا بعرفها، أنت بتلزي بتتفرج على النشرة الجوية والدعايات وما بتقوم لحتى يخلص المسلسل، بعرفك أنا بعرفك. دخيلك أنت وهالنشرة الجوية شو عم يطلع منها؟ هالسنة ما قدروا يجيبوا ولا منخفض. خلص عمو أبو طمس، زي ما بتنطمس وحياتك بنعليلك الصوت. لا ما بنعليلها الصوت، بصير بيسمع المسلسل. بيسمع شو رح نحط من جيبتنا نحن؟ يحط حطابك قدامك، أنا ما بعرف عيش واحد عم يتفرج علي من الشباك. شو علي يا عفيف؟ شو علي؟ الله يعذبني اللي معك يا مجاهد. عجبكم التلفزيون؟ تفيتوا؟ تفينا. شعلينا التلفزيون. شعليني نط نط. أنا كثير زعلان، هلا بايش بدي أتسلى أنا هلا؟ لك شو عم تساوي؟ لا 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 لك ليش هيك نسينا نعطيهم قنطين؟ لك لا ما نسينا، شو دخلوا القنطين بالتلفزيون؟ لك خلينا نشوف فائدة التلفزيون بلا قنطين. يشتروا قنطين. بوران ما حلو هالحركات بحقنا. لك هي مو حركات، أنا دفعت حقه 150 ليرة. حملنا قنطين. تعال تقبري تعال. نطي نطي علي يا حبيبي. أيوة أيوة. وليك تفي بعتلك حد ما بطمسي، اتركني يلا وقت تحملني. أرجعني بإذنك، أنت عارفيني مطحون، ليش تدرعني علي؟ ليش كثير غلبي؟ لك عيب ليكم بقتلكم، لحظة. لك عيب يا جسمي. أخي أهلين. روح وقتل. مرحبا. أهلين. عفيف بيقولي لكم التلفزيون ما كان له أونتين؟ كان له. مو داخل ضبط البيعة. وشلون بدنا نشوف بدون أونتين؟ اشتروا أونتين. بس أنا بعرف إنه مع التلفزيون بيجي الأونتين. حقيقة معروفتك، معروفتك، معلوماتك ركيكة كتير. حبيبتي روحي أنتي، التلفزيون بيجي لحاله. إذا إجا توم بيجي تلفزيونين، مو أونتين وتلفزيون. هلا عم تتمسخري بوران وأنا مكسور عصي. ما عم بتمسخن، انت مكسور عصك، انا انكسر وركي، وانت قمانطين. روحي لعند عفيف اقلي له مثل ما قلنا لك، خليه يبعت حدا يفاوضنا غيرك، يبعت منال. تفهم علينا ومنفهم عليها. روحي. يعني انا ما بفهم. لا تغيري بالكلام، عم تقلك علينا، انت لا بتفهمي علينا ولا بنفهم عليكي. روحي بعتي منال. طمزت ابو طمزه. اخ شو قلت لك ابو طمزه، فرطت زراره كله. لا تزعلوا زراري كمان. لك هالنجدة هي تقلتها كبيره، ما بعرف على ايش شايفه حالها. ورافعه مناخيره عم تشحدنا المرحبا شحاده. وشو عاد بقى ابوها اضرب من ابو منال كمان بحاويات الزباله؟ يا ريت على صندوق البويا. شو بو صندوق البويا؟ احسن من الحاويه. لك ما حدا ببويا عنده، واذا حدا بويا عنده ما بيعطيه مصاري، هذا اذا ما عمل له قتله. كل هالقد حيطه واطيه. لك عنده عله خبيثه، هذا كان يشتغل عند الدرك معود، هو عم يبوي هالصباط للزبون، ما تلاقي العرغف يطلع له لبطه رجله ما عطوا اياها. مشان هيك شايفه عفيف شغله كبيره. قوم افتح، انا مالي حسنانه. قولي يعني انا قادر افتح؟ يبي انت اللي جبته لحالك. آه تروح عينا. مرحبا عمي ابو طمزه. مرحبا خالتي بوران. اهلين منى. هل بيقلكم عفيف قديش بتبيعوا للانتين؟ قدي بيدفع؟ 50 ليرة. اوكي بعنا. اولي وينه؟ تاني مره قلي له للسيد عفيف ما يبعت حدا غيرك، لانه نحن بنتفاهم نحن وياكي، خاصه هي السقيله نجلاء. طعنتهم نجلاء تجيء بين صفائحها. يا اخالتي بوران، نجلاء طيبه كثير هبله، بس هي ما بتعرف تتصرف مع العالم. انا ما راح اشتريها وعلقها بالحيط، طيبه مو طيبه شو فارقه معي، المهم تعرف تتعامل مع الناس. بوران لا تفوتي لا تفوتي، انا مش بحملك. شو انت خلت؟ قولي قولي يا ولدي.
وينك؟ ليش تأخرت لهلا؟ بكره بحكي لك بكره. وينه هذا؟ وينه؟ شو هو؟ تأخرت وينه؟ بكره بحكي لك بكره. يا حسرتي عليك يا ابو طمزه، صرت حق التجارب. ظهري ما بدي حليب، ما عاد حبيت الحليب، كله مخلوط. ليالك عم ترفس النعمة وهي عندك. ايه ما قلت لي شلون شفت لي نومة الأرض مريحة ما هي؟ مريحة؟ بيني وبينك نومة الأرض مو نومة، لا مو نومة. بس شو بدي أساوي، المختص بده فت. خلينا نفت ونصح، أحسن ما نفت من غير ما نصح. صباح الخير. صباح النور. أهلين، شو شايفك أحسن بكتير؟ الحمد لله تسكر، ما في وزع النوم. الحمد لله. طمنا شو صار بدراسة؟ حفروا لي 16 واحد، يمكن قلعوا لي يا 12 يا 16. ايش 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 وشلون زبطوا لك يا هون بقى؟ فتت مع تلميذة اسمها سوسن أبو سنتور، عرفتني على الأستاذ حطني من ذنبه، كان عندهم درس على حفر أسنان، حفروا لي مسك السفلي كلياتهم. حفروا لك السفلي عن بكرة أبي؟ من أساسه. معناتها الفطوا لك الفك العلوي كلياته، ما خلوا بتمك ولا سن. طبعا، لانه الدرس اللي بعده منه كان درس تقليع اسنان، ما خلوا سيبه تمي ابدا. منيح لقيتكم مجتمعين. صباح الخير. صباح النور. انت لا ترد احسن، خوت قبرني بدوق. هي 2000 ليره، امهاني دفعت بكل تخت 1000. وشك على الدكتور يلا. نعمة كريم. شفيق قوم روح معي على الدكتور. لا شفيق بده يروح على الشغل، مو ضروري تاخذ معك مرافقة. أنا بروح معه. لا لا لا، أنتِ مالي مصلحة تروحي معي بنوب، أنتِ بتحطي نقرك من نقر الدكاترة، قوم شفيق. يلا بخاطركم. مع السلامة. سلامة عمي. الله معكم. احكي لي شو صار معك بهالصفين اللوليش ياتك؟ عم تتمسخري، ما بدي احكي لك كثير، انا كل ما بحكي بخرفيني، ان شاء الله بموت يا اخي بدك تبكي فيني، ما تغيرني تبكيني يا رب. اجي سيدي يا ولدي. شو عامل حتى ماسكينا سيدي؟ هاي مرتي ام نجيب. يعني اذا مرتك ما بتمسكوها سيدي؟ اما اقول لك مرتي ام نجيب بديك روح من وشي احسن ما اعمل لك غربال يا هاني. ها حط اصحابك بالغربال، اصحابك لو بدك غربال. دقي الباب ام نجيب، دقي. دق انت، انا اول مره بجي مو حلوه. لا تصيري غشيمه، انا ما بعرف دق على الهدى، اذا دقيت بفكروني جاي كبسه. دقي لشوف. طيب مين هالنواعم اللي جايين هكذا؟ قولي اجري ناقصه علي. مرحبا مدام بوران. اهلين سيدي. جبت لك 100 يمين و100 عظيم، انا اول مره بشوفها. معلومه هي اول مره بتشوفيها. حرمتي ام نجيب، تفضلي يا ام نجيب. ابو نجيب من زمان حابب يعرفني عليكم. لا تاخذيني، جوزك على طول مصرصعنا، بيطب علينا فجاه بدون تنبيه. تصوري يا مدام بوران، إذا كل واحد بدي حزره قبل ما أكبسه نص الجرائم ما بتنكشف. لا تأخذيني نجيب، لا تزعلي مني. قولي. إيدي على رأسي، أنت مرته عن حقها ولا جايبك طعم منها؟ يخرب بيت قلبك، شو مجروحية يا مدام بوران، الواحد بجيب للطعم سمكة صغيرة مع حوت أزرع. يا عليك نكتك بايخة. ست بوران، سمعنا انه ابنك مرضان، سلامة قلبه، اجينا نطلع عليه. الله يسلمك ويسلم قلبك الهي، بتشبهي كثير لابو نجيب، شو ولاد عم انتو؟ سيدي انا ما بعرفه، لا تخافي سيدي مرتي ام نجيب، سلمي عليها. راسي بقى تروحي قتل. ام نجيب وجوزها جايين يسلموا على بديع ويطمنوا عليه. اذا هيك اهلا وسهلا. اهلين يا زهره. بديع مو هون؟ راح الدكتور هلا بيجي تاخر، بس من الصبح راح. امسكي لك هي 5 كيلو تفاح، قرطوا قرطوا قد ما فيكم منه. صحتين يسلموا هالايدين، ليش عذبت حالك؟ صحة وانا ما في شيء من واجبكم. تفضلي مدام بوران، الورد للورد. تفضلي مدام. اهلا وسهلا. تفضلي. اهلين. تفضلوا. امي عيب عليكي. شو صار فيكي مدام بوران؟ تفضلوا. اهلين. شكرا. تفضلوا. سلمي. اهلين. شو الحال؟ تفضلوا.
شكرا. فوت بدي لا تخاف فوت. معليش معليش يفوت سيدي. والله ما بعرفها سيدي، اول مره بشوفها. شو سيدي مكتوب عجبينها كذابه. يخرب بيتك، شو سلاله وكذابه، شو بدك؟ لك شو سلاله وكذابه، هاي مرتي ام نجيب. ايه انت ام نجيب؟ ايه. اهلين مرته انت؟ ايه مرته. مبين سيدي حلوه بتشبهها. شكرا زهراء. قهوه. ايه بدي كنت عند الدكتور، طمني شو صار معك. ايه رحت لعنده، كشف علي من اول وجديد وطلب تحاليل. لك كنت اجي التحاليل اللي معك. ارجعته التحاليل امي، قام قال لي المخبر المحلل فيه جماعته غشمه، ادفني على مخبر تاني. ورحت؟ نعم بدي روح يا حصرتي، خرطني كشفيه 700. شلون 700؟ شو ما في تسعيره؟ قلت له حاسبنا على التسعيره، قام قال لي روح عليك وعلى التسعيره، قال لي انا مو دارس 27 سنه مشان تجي حضره جنابك انت والتموين تعملوا لي تسعيره على كيفكم. قال له بجيب لك الشرطه. قلت له قال لي شي بيهوي. أنا فرجي لك يا. شو بدك بهالعلاقة معه؟ باين أنت مو سائل على حدا. مدعوم؟ الظاهر. شوف لك واحد ما مدعوم، روح لعنده لفرجي لك يا. يقطع عمره. بس أمي هذا فهمان مو مثل هذا. وشو عرفك؟ طالع لي مرضين. شو هالمرضين؟ سلامة قلبك. تسرع بالقلب وشغلة بالكلاوي. سامحك من 100 ليرة؟ لا، أخذ هويتي. شو على كيفه ياخذ الهوية؟ أنا فرجي. شو بدك بهالعلقة ابن نجيب؟ الدكتور هو اللي جاب لي الشرطة وهني خلوني حط هويتي عنده. يعني بالقانون. ايدنا قصيرة على القانون. وهلا شو بدنا نعمل؟ فكري بيع السجادة وروح اعمل تحاليل قبل ما يسكر المخبر. يلا قومي ام نجيب. ايه زعلتوا؟ لا ما زعلنا، بس لازم تفز عن السداجة مشان ياخذها بديع ويبيعها. لا بتشربوا القهوة على السداجة وبعدين بتروحوا. لا مدام بوران القهوة ملحوقة، المهم هلا صحت بديع، قومي اتحركي. عمي ابن نجيب يا ريت تروح معي، وقت بدي بيع السجادة مش عم يفكروني سارقة. ولا يهمك بديع، اجري على اجرك، اتحركي يلا. طيب ما في شي حدا فيكم بيعرف اسمه لهالدكتور الجديد المختص؟ شو نحن بدنا نناسبه؟ كل شي بنعرفه عنه انه هو دكتور مختص. طالما ابو نجيب معه وعرفه انه ما حد رح يسترجي يقرب عليه، شو بدنا؟ نحن ما لنا خايفين من قطاع الطرق، خايفين بديع يكون صاير له شي. العمى على هالقصه العمى، يتصلوا بهاني مشان بهاني تطمنا. بجوز بهاني فاصل التليفون. شوفي معناك يفوت تسطح شوي على السريرة؟ لك طول عمرك بتقول تلت، ما اجى على بالك تقول السرير الا وقت صرت تقرض. نعسان وما عم بقدر ركز ولا شيء عم يزعني. نعسان فوت نام جوا بغرفتك. ما بقدر نام على الارض، الارض كثير قاسية علي. مرحبا. اهلين ابو نجيب. طمنا ابو نجيب، شلونه بدي؟ الدكتور هو شاف التحاليل جن جنونه ودغري بعته على المستشفى. ايه وشو صار؟ ايه طلع معه شي 20 مرض، بس اطمنوا رح يرجع ويكالي مثل ما كان واحسن. ظهري ابو نجيب. حاسين بتمك حكي، بدي يصير له شي؟ استقصدوا له الزايده. هلا عمليه الزايده محرزه كل هالهيصه. ايه طولي بالك مدام بوران، عم حاول اتذكرهم بالدور. شو هن؟ كل الشغلات اللي استقصدوا له اياها، الزايده، الطحال، المراره، اللوزات، الاعور، كل الشغلات اللي بيمشي الحال بلاها. لك خلينا نروح لعنده على المستشفى بسرعه. ما في داعي لسه بغرفه العمليات. لا ما خلصت العمليه. خلصت، بس خلوا له بطنه مفتوح لحتى تدفعوا لنا اجار العمليه. قديش؟ 100,000. قولي 100,000 منين بدنا نجيب نحن 100,000؟ كان بالاول بده 250,000، بس بعد علاج طويل من ابو نجيب على خود وجيب خود وجيب نزلته من 250,000 لل 100,000، وحلف لي 1000 حلفان على انه ما ربح ولا فرنك براس ماله. واذا ما دفعنا شو رح يصير؟ هددني وقال لي رح خلي بطنه مفتوح. واي لعب باجار العمليه رح كفي استقصاب. انكل ابو نجيب شو صار لهم؟
شو صار لهم؟ سوالهم جلطات بالجمله. شوف روح خبر الاسعاف فورا لحتى صفهم بالدور. ولا هاني روح لعند المخرج وقل له سيره المستشفيات مثل سيره الحياه، ما بتخلص معنا للصبح، خلينا ننزل الشارع. مخرجنا ابو رشا، نزل الشارع والحانه على المستشفى، لانه انا هاني مو حي الله.